أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس بأن القضاء العسكري اتهم 5 عناصر من حزب الله، أحدهم الموقوف محمد عياد، بجرم القتل عمداً لجندي إيرلندي من اليونيفيل في بلدة العقبية خلال شهر كانون الأول الفائت. وبحسب الوكالة، اتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر الحزب بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع جرمي واحد. واعتبرت أفعال العناصر 5 تنطبق على الفقرة 5 من المادة 549 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام. وأيضا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أفعال عياد والأربعة المتوارين علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان تنطبق على نص المادة 335 من قانون العقوبات. وتشير هذه المادة إلى مسألة تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها. في الإطار، أكدت معلومات خاصة لليبانون ديبيت في مقال للصحفي عبدالله قمح أن القرار الظني الأصيل الصادر عن العسكرية لم يشر إلى فرضية القتل العمد ولا إلى تأليف عصابة أشرار. مصادر سبوتشوت لفتت إلى أن ما تم تسريبه للوكالة الفرنسية والوكالة الوطنية جاء بطريقة مدروسة ويخفي وراءه حقدا دفينا من القاضي صوان على حزب الله، وهو أراد تحويل القضية إلى قضية رأي عام لتشويه صورة الحزب، علما أن المطلوبين غير منتمين لحزب الله. في وقت اعتبرت أوساط متابعة لسبوتشوت بأن القضية خطيرة جدا، واليونيفيل لن تسمح بخروج عياد أبدا ولن تترك المتوارين الأربعة قبل سجنهم أو حتى قتلهم. واستندت الأوساط إلى حادثة حصلت عام 1984 بعدما قتل أحد الأشخاص عنصرا من اليونيفيل وهرب بهوية مزيفة إلى أمريكا، مشيرة إلى أن اليونيفيل نالت من القاتل بعد 25 عاما حيث تم توقيفه وسجنه. وأكدت الأوساط لسبوتشوت أن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة العسكرية هو ديل بين الحزب واليونيفيل، معتبرة أنه لم يكن ليصدر بدون موافقة الحزب. من جهته، أشار مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمانوس لسبوتشوت إلى أن القضية اليوم ستكون بعهدة رئيس المحكمة العسكرية بعد انتهاء دور صوان، لافتا إلى أن الحكم المتوقع بحق المطلوبين 5 هو الإعدام، وسيصدر بحق الأربعة المتوارين مذكرات توقيف غيابية وليس مذكرات بحث وتحرن. فهل سنكون أمام سيناريو ناري جديد بين السياسة والقضاء تحت عنوان حادثة العقبية؟ شاركونا تعليقاتكم.